أنا أحد السجناء السياسيين ذوي الأمراض المزمنة، مصاب بداء السكري، وإضافة إلى إهمال رعايتنا الصحية من قبل إدارة السجن، نتعرض إلى سوء معاملة مستمرة وقت حصولنا على إبرة الأنسولين. يوم أمس وعند الانتهاء من أخذ جرعة الدواء، صادف وجود أحد ضباط الإدارة في المبنى، وقمت بسؤاله عن سبب عقابنا عقابا جماعيا مرة أخرى لمدة يومين. حرمنا من الاتصال بعوائلنا، فقام بالإساءة إلي كلاميا بوصفي باللوح. لم أكن متعجبا، فمدير السجن الرائد هشام الزياني قبل شهر وصف أحد زملائي بالقبيح. أمانة تظلمات وقامت بمحاسبة مدير السجن بعد وصف أحد النزلاء بالقبيح، لما تجرأ اليوم أحد الضباط بوصفي بوصف يعتبر إساءة نفسية. أمانة التظلمات اليوم لا يعد عملها إلا بالتغطية على الأفعال والانتهاكات التي تمارس ضد السجناء. يوسف الثاني، يوسف سجن جو، 1 أبريل 2020.